سي محمد الجمع على الصباح على ايت راديو. مرحبا صباح النور. صباح الخير ومرحبا ونهار كبير. وانا سعيد جدا كوني هذا الصباح هذا. راه حنا اللي فرحانين على المستمع. والله انت فرحان بزاف والله. ما تعتيرش هو اللي عندي وحق الله غير كون كتهضر بالصح وصافي راه داكشي. والله العظيم الا كتهضر بالصح وحق الله راني فرحان والله. السي راه فرحان وحق الله. الى الى مرحبا. شوف حيت ماشي غنشرفوك زعما ولكن حنا انا منين تزاديت كنعرفك. بيان سور هذا انا منين تزاديت كنعرفك. انت مازال صغير وانا بديت هذه تقريبا فاش بديت المسرح انا 40 عام هذه. انت عندك اقل من 40 عام معناها راه ملي زدتي راك عرفتي. عرفتك النهار اللي حطاتك امك لقيتيني انا كاين في السوق موجود مرودي غادي شاد الطريق شاد الطريق. انت غادي مزيان وراك عزيز علينا. ومنين تزاديت بغيت كنعرفك وراك عزيز عليا. بارك الله فيك. مرحبا. راه شرفني ان نكون عزيز على مومو اللي عزيز على واحد المجموعه ديال الناس اللي حشمنا وسيرتو الشباب. بس حقيقة هذه إضافة لي أنا. لا مرحبا مرحبا مرحبا. سي محمد الجم تهضروا معاه تهضر مع الناس الصباح يعيطوا لك. أنا ما عندي حتى مشكل. مرحبا 0535300. وكاين مسرحية الساعة مبروكة لا رونيسونس لو 2 مي نهار الجمعة الجاية في الرياض وفي كازا لو 3 مي السبت الجاي إن شاء الله. إن شاء الله سيروا تشوفوا المسرحية الساعة مبروكة اللي دارت قبل وتعاودت عاوتاني. تماما هذه المسرحية كنا قدمناها في 94. إيه هذه تقريبا 20 عام. كنا قدمناها ولكن الجميل في هذه المسرحيه واننا ملي بغينا ندير لها ريبريز ملي بغينا ندير لها الاعاده لقينا على ان هذيك المشاكل نفسها اللي كانت في 94 مازال كدور في المجتمع. واضافه لذاك الشيء تزادوا شي حاجه وهذيك ذوك الحوايج اللي تزادوا هما اللي ضفناهم دابا للعمل باش عطيناها واحد الحله جديده كتجاوب مع الوقت اللي الان دابا المشكلات الزويونين اللي مطروحين بحال داك الشيء ديال التشرمير وشي حاجه من هذا النوع ودخلناها في المسرحيه. تو دخل في صحيح. هي مسرحيه اللي كانت هضرات على الرشوه المحسوبيه على المسرحيه اللي كانت هضرات على الانتخابات كضرات على ماشي هذيك جارهم جرو. هذيك جارهم جرو. مسرحيه جارهم جرو. هذه ساعة مبروكة علاش كتهضرتوا؟ هذه مسرحية ديال كنا المشكل الأساسي فيها هو العنوسة. لأن كان واحد الشابة اللي ما تزوجاتش وكذا وفي الأخير خوها كيتقدم الانتخابات وكيكتشفوا على أنه مهرب وكذا وكتوقع شي بعض الحويجات اللي هو فيها واحد النوع من المتعة. غتكون باغي أنت تزوج بها في مسرحية؟ لا هذه هي المسرحية الوحيدة اللي ما تزوجش فيها في الأخر. أوكي هذه ما تزوجتيش بها هذه؟ كنت مزوج. عديما في مصحي ديما كنت ما مزوج وكتزوج كتزوج في الاخر. هذه كنت ديجا مزوج. كنت مزوج بخير في مسرحيه وساعة مبروكة تشوفوها. الفرقه بقات هي تقريبا كاين الغياب ديال الحاجه ملكه العمري لظروف عائليه معده. بدلناها بواحد ممثله من الدار البيضاء كتعاون معنا سميتها فاتحه وتيلي. حتى هي تبارك الله عندها ما تقول في هذا الميدان المسرح. دونك نزاد كلاكي باقا بيان سور باقي سميتو سي عز مهو باقا سعاد خويي باقي محمد خدي باقي سي محمد بن نوبار. هادو هما المجموعه وعبدو ربي كذلك. واخا سيدي مرحبا بك معنا الصباح. سمع الجمعة على ايت راديو تعيطوا 0 35 300 300. دونك نتوما لاحظتوا بان المشاكل اللي هضرتوا عليهم في هذيك الوقت تمام باقين هما واش تزادوا المشاكل واش غلاضوا وسمانوا ولا قلالوا ولا ما كاينش؟ لا هما ماشي غلاضوا هما بقاو هكاك ولكن ماسخين ما تحركوا ما غلاضوا ما رققوا ما ضعفوا ما ماتوا ما مشاو ما بقاو هكاك بحال شي حاجه اللي ما كتحركش. قد جامده كيف شفناهم كيف باقين ولكن ضاف عليهم شي حويجات اخرين هما اللي غادي ان شاء الله نطرقوا لهم في العمل الجديد ان شاء الله. دابا نتوما الفرقه ديالكم باقين هما باقين بحال هذه بحال باقي هذه 40 سنه ديال دابا. حنا هذا العام تبارك الله ذكرى الاربعينيه ديال التاسيس ومازال نفس العناصر نفس الوجوه. بطبيعة الحال كنضيفوا إضافات ديال الخريجين ديال المعهد اللي كنطعموا بهم الفرقة بحال دابا مثلا سعاد خويي بحال سي محمد النوبار بحال التحقت بينا واحد البنت حتى هي خريجة ديال المعهد اللي هي هند شابون حتى هي خريجة. فهذا التلاقح بين الجيل القديم والجيل كنحاولوا أننا نسلموا المشعل لهذه المجموعة ديال الشباب اللي هما الأمل ديال المستقبل إن شاء الله من ناحية المسرحية إن شاء الله. والسر ديالكم شنو هو؟ الفرقة حيت الفرقه ديالكم فاش كنشوفوكم في مسرحيه كنلاحظوا بانه كاين حوايج شخصيين بيناتكم يعني بحال عائله انتم. فعلا انتم فاش كتشوفوا بعضياتكم كيفاش كتعاملوا مع عائله وحده. فعلا وهذا الشيء جاني نتيجه ديال الاستمراريه لان باش تبقى واحد التكافل واحد التكتل ما بين واحد المجموعه لمده ديال 4 ديال العقود راه ماشي سهله. وهذا الشيء اساسه هو الصبر
ياك والمصداقيه وحبنا لبعضنا والصدق، لانه الصدق هو والله الصراحه راه صراحه والشفافيه. وعندنا واحد المايسترو ديالنا الله يطول عمره، حتى هو من الناس اللي كانوا الركائز الاساسيه ديال الاستمراريه ديال الفرقه، واحد رجل صابور وكيحب الميدان وكيخدم في صمت، اللي هو السي عبد اللطيف الشراوي، وكنحيي من هذا المنبر سمت الشراوي، هو المسؤول على الفرقه، هو اللي دار لي الاخراج الاعمال ديالي كلها اللي بدات في بالضبط. كنتعامل مع الفرقه كمؤلف ككاتب مسرحي في سنه 1992 في مسرحيه وجوه الخير، ومن بعدها جات قدام الرباح، ومن بعدها جات ساعه مبروكه، ومن بعدها جات الرجل الذي، ومن بعدها جات جا وجاب، وجا الروم جرور، وهذا انت، والمراه التي والان ان شاء الله نحن بصدد تهيئ واحد المسرحيه جديده اللي هي شكون المسؤول. حنا كان المفروض ان هذه المسرحيه الجديده ديال شكون المسؤول تكون دابا مطروحه في السوق، ولكن كاين واحد الاغراء جانا من طرف التلفزيون، هو اننا الريبرتوار ديالنا المسرحيات كان تقترح علينا السيد رئيس المدير العام ديال التلفزه سي العريشي على اساس اننا نعيد تصوير هذه المسرحيات بالنيميريك بالطريقه الرقميه، وفعلا فتحنا هذا الباب. ولكن وصلنا لواحد المرحله وحبس المشروع. يلاه عاودنا الرجل الذي، وعاودنا الجار المزور، وعاودنا المرأة التي، وما جاء من بعد هذا الشيء وقفت وقع المشروع. وهذا هو الشيء اللي خلانا أننا نرجعوا لهذا المسرح للريبرتوار. واللي جميل جدا هو أننا ملي كنحطوا هذه الأعمال في السوق على أساس أننا غادي نعاودوا التصوير، كيكون الإقبال ديال الجمهور، وتنقول بما أن العمل مازال عنده صدى في السوق ومازال الناس كيبغيوه، كنعاودوا نسميتو. هذا هو اللي خلانا أننا نتوخروا باش ما قدمنا شيء هذا شكون المسؤول. لا مزيان، لا مزيان، حيت نتوما عزاز علينا والفرقة ديالكم عزيزة علينا. عندنا غير شوف كاين غير الذكريات الزوينين، الحمد لله هادشي اللي كاين. مسرحية باقي مسرحيه القدام اللي مسجلين راه كاينين في الانترنيت، كاين في الانترنيت، وباقي كيدوزوا مره في التلفزه، باقي كيدوزوا كل مره، كيدوزوا زوينين. دونك دابا الناس اللي مازال ما عمرهم ما شافوهم، ولا اللي ما شافوش وما كملش، واللي عاود بغي ولا بغى يشوفهم، معلوم بغى يشوفهم لايف، حيت فاش كتحضر المسرحيه في المسرح ماشي بحال شفتها التلفزه غتشوفها في التلفزيون بطبيعه الحال. ودابا اللي غريب هو انه هذاك حنا ملي قدمنا العرض في 1994 معنا هذوك كانوا الدراري اللي باقي ما تزادوش. اي كاينه. ودابا هذا المفروض هذا هو الجيل اللي خصو يشوف المسرح المغربي ويشوف الريبرتوار ديالو كيفاش كان. كينا. مع الناس كيدوز في التلفزيون، ولكن كيف قلتي مباشر وعلى الركح، وكتشوف ممثلين قدامك بالجماليه ديال الديكور ديالو، بالاناره ديالو، شونجمون دو كوستيم، دخول خرج. الا جينا نتبعوا هذه القاعده ديال التلفزيون، هذه المسرحيه ساعه مبروكه دازت في التلفزيون 30 مره، وهذا رقم قياسي بالنسبه للعمل اللي كيدوز في التلفزيون 30 مره. داز في القناه المغربيه، وداز في تي في افلام، وداز في القناه الاولى 30 مره في هذه الفتره ديال 20 سنه. ومع ذلك الحمد لله ان اخر عرض درنا في مسرح محمد الخامس كان اقبال جماهيري كبير. ومن بعد درنا عرض في الدار البيضاء في سينما ريالتو، كان اقبال كبير الحمد لله. ودائما عندنا امال ان شاء الله علينا، وحنا راه كنخطوا لواحد المشروع مع وزاره الجاليه ان شاء الله في المواد جوان، عندنا شوله الخارج ان شاء الله. ان شاء الله هو سيدي. برافو برافو الله يخليك. ما تفرش على شي حاجه اللي ماشي ديالي. الا بغيتي برافو غادي تقول علمني اسمع هادي راه غادي تفلت ليك. علمني برافو برافو برافو.